أعزائنا مشاهدي تلفزيون تيليلومير وفضائية نورسات، نرحب بكم مجدداً حاملين لإخوتنا المسلمين في هذا اليوم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على العالم بأسره بالخير والمحبة والسلام. وقبل التفاصيل نبدأ معكم أهم العناوين. الرسامة الأسقفية للمطران بيير باتيستيا بيتسبالا. الكنائس الكاثوليكية في الأردن تحتفل بعيد الصليب المقدس. مخيم سنوي لكشافة ومرشدات عمان الأرثوذكسية. أمسية الترانيم تحت عنوان أرنم الإله ما دمت موجوداً. قولوا لا للمخدرات، عنوان مسيرة في الفحيص. أهلا بكم. احتفل في كاتدرائية القديس ألكسندر في مدينة برغامو الإيطالية بالصيامة الأسقفية للمطران بيير باتيستيا بيتسبالا المدبر الرسولي للبطركية اللاتينية بمشاركة واسعة من الأساقفة والأباء الكهنة والراهبات. التفاصيل في التقرير التالي. الفاتيكان يعلن بوضع اليد الأب بيير باتيستا بيتسبالا رئيس أساقفة، وقد أعلن ذلك يوم السبت الماضي في مدينة برغامو الإيطالية، حيث تمت ترقيته إلى رتبة رئيس أساقفة لاستمرار العمل على تدبير مهمته كمدبر رسولي على أبرشية القدس التي تضم كافة الأراضي المقدسة. وكان ذلك بوضع اليد خلال مراسم القداس الإلهي الذي ترأسه مندوبا عن قداسة البابا فرانسيس رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال رونالدو ساندري، وعاونه البطريرك السابق للاتين البطريرك فؤاد طوال وسيادة المطران فرانسيس بيسكي أسقف برغامو في كاتدرائية القديس ألكسندر. Fondi ora sopra questo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo ed egli lo ha trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre, che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo tuo servo tu possa meritare l'incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale
segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. E allora adesso tutti si alzeranno in piedi e il cardinale, con questo applauso, inviterà il nuovo vescovo a sedere alla sua destra. Quindi Monsignor Pizzaballa, deposto il pastorale, riceve dal cardinale e da tutti i vescovi l'abbraccio e il bacio di pace. Grande festa. وخلال الاحتفال الذي شارك فيه الأساقفة والكهنة القادمون من كافة بلاد العالم وخاصة الأراضي المقدسة، حيا رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال ساندري الحضور الذين قدموا لأجل مشاركة الأسقف الجديد بترقيته لهذه الخدمة المقدسة. رئيس الأساقفة الجديد بعد مراسم الاحتفال المهيب شكر الجميع على مشاركتهم الصلاة وقدم الشكر بشكل خاص إلى عائلته وأهله. وفي نهاية الاحتفال قدم رئيس الأساقفة الجديد الشكر إلى البطريرك فؤاد طوال بطريرك القدس السابق وإلى كل الأساقفة والكهنة وطلب أن يصلوا الجميع لأجله كي تكون خدمته للجميع، وقال: أنا متأكد أننا معا سنخدم الرب. كما وشكر رئيس الأساقفة المبعوثة باسم بطريرك الروم الأرثوذكس للأراضي المقدسة غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيليوس الثالث الذي قدم من الأراضي المقدسة وألقى كلمة نيابة عن غبطته داعيا له بالتوفيق في خدمته الرسولية الجديدة في الأراضي المقدسة. وفي الختام صلى سيادته من أجل السلام في العالم وخاصة من أجل السلام في القدس وعموم فلسطين والبلاد العربية، كما صلى من أجل الوحدة الكنسية حيث أضاف أن التنوع غنى وليس انقسام. فلنصلي من أجل أن نكون واحدا بحسب ما قال سيادته الذي اختار شعاره الأسقفي صارخا مع بولس الرسول: تكفيك نعمتي يا رب. Very important day for not just only for me but for all the Church of Jerusalem. New bishop, new life. I wish to bring to Jerusalem the spirit of the gospel that is for everybody. And to give hope for all our Christian community in Jerusalem. الأسقفية بحد ذاتها هي نعمة كبيرة بحد ذاتها، وإلها نعم خاصة مرتبطة فيها. أملنا بهذه النعم حتى تساعد هذا المسؤول الجديد المدبر الجديد على مجابهة كل ما عندنا من تحديات من مشاكل. أهنئ سيادته باسمي وباسم كافة أبناء البلدة والرعية خاصة بهذه الصيامة، آملين له بنعمة الروح القدس أن نعمل معا كهنة وأساقفة وعلمانيين من أجل الخير العام لبطريركيتنا ولمدينتنا المقدسة لدولتنا فلسطين ولكافة مدن ودول الأبرشية التابعة لأبرشية القدس وللبطريركية اللاتينية. مبروك، مبروك للقدس، مبروك له. طبعا مهمة مش سهلة، بنتمنى له كل التوفيق، بنتمنى له كل خير، بنتمنى أيضا لأبرشية القدس كل توفيق وكل نجاح وكل محبة. بنصحبه بصلواتنا، بنكون معاه بصلواتنا. It was very beautiful and we are very happy for our new administrator who became Archbishop. And it was a very very moving celebration. And also a speech, and it was very, very moving. We are proud to have him like a new administrator, and we hope to
with him to make good things. God sent him through the Pope, so he will serve the Church of the Holy Land in a very, very good way. So we are very happy, all the priests. I am Italian, so I am very happy also to have him. He's Italian, so will be good also for us and for all the Church of the Holy Land, not just for the Latin Patriarchate, but it will be very important for all the Church of the Holy Land. كتير مبسوطين. هو الرئيس العام القديم لنا لمدة 12 سنة عمل بكل حيوية وبكل نشاط، ونأمل اليوم كمان في وظيفته الجديدة كمدبر للبطريركية اللاتينية أنه يكمل بنفس الروح الحيوية ونفس روح الشباب اللي عهدناها فيه، ورب يوفقه. حكى كلمة كتير رائعة تكفيك نعمتي. أنا بعتقد أنه هو بيتكل على نعمة الرب من أجل تأدية المهام الموكلة لإله. وألف مبروك لمونسينيور بيير باتيستا وللبطركية ولإلنا جميعا. فيها دعاء وابتهال للروح القدس أن يملأ الأسقف والمدبر الجديد لكنيسة القدس بروح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة، حتى يكمل مسيرة الكنيسة الأم وكنيسة الرسل وكنيسة المسيح، ومن أجل خير الشعب الموجود في هذه الكنيسة. أتمنى له التوفيق، سيكون في صلاتنا كما نحن على يقين بأننا نحن كذلك جميعا في صلاته اليومية. بهذه المناسبة منقول تبارك الآتي باسم الرب، ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المسمعين بالخير. أكيد الرب بعته لخدمة الكنيسة، والكنيسة يعني كل إنسان بحب السلام بحب الخير. المدبر الجديد جاي حتى يخدم شعب الأرض المقدسة، مسيحيين ومسلمين ويهود وكل الناس اللي الطيبين اللي بحبوا الخير وبحبوا السلام. باسم القيادة الفلسطينية وباسم سيادة الرئيس نهدني الأباتيستا على الثقة التي أولاها له قداسة البابا فرانسيس، ونتمنى له كل النجاح والدعم. وطبعا نقول له أننا نحن معكم بالتحديات، والتحديات كبيرة بالدرجة الأولى بإنهاء الاحتلال، وبالدرجة الثانية الوجود والحضور الفلسطيني المسيحي في الأرض المقدسة. نتمنى إلنا جميعا ولكنيستنا كل خير وبركة ونعمة من ربنا مع المدبر الرسول الجديد. كلنا معه وكلنا بنحب كنيستنا، ونحب إنه هاي الكنيسة تتقدم بنعمة ربنا وتصير بنعمة ربنا إلى الأمام. نهنئ صاحب السيادة الرئيس السقف المطران بيير باتيستا بتعيينه كأسقف وكمدبر رسولي على كنيسة البطركية اللاتينية في القدس، وكإحنا أولاد الأرض المقدسة وابن الناصري ولاتيني رعية اللاتين كنيسة اللاتينية مبسوطين جدا بهذا التعيين، ومنصلي له أنه يكون نجاح رفيقه، وإيش إحنا دائما أكيد راح نوقف لجنبه كالقائد الجديد لكنيستنا في الأرض المقدسة. فعلا في كيف أقول استعداد تام مع الجميع وبين الجميع حتى يتساعد لربنا يعطيه النعمة يبلش بمهمته وبرسالته في الأرض المقدسة بكل نجاح وبكل إخلاص. كيف هو أعلن استعداده التام انه يكون ديسبونيبل، عنده استعداد لاي شيء بيطلبوه منه، انه فعلا كمان نحن ككنيسه محليه بالارض المقدسه انه نساعده ونعطيه كل الامكانيات حتى فعلا يحقق مطلب البابا اللي طلبه منه. وفي اليوم التالي احتفل صاحب السيادة رئيس الأساقفة المطران بيير باتيستا بيتسبالا المدبر الرسولي على البطريركية اللاتينية في القدس وكافة الأراضي المقدسة بقداسه الأول، وذلك في كنيسة انتقال السيدة العذراء في مدينة بيرغامو الإيطالية، حيث شارك في هذا القداس عدد من الأساقفة وكهنة قادمون من الأراضي المقدسة ومن عموم المدن الإيطالية ودول العالم. وفي عظته بعد الإنجيل قال صاحب السيادة ساردا مجموعة أمثلة قالها يسوع عن معنى الضياع أو الفقدان أو الضلال، الخروف الضال، الابن الضال، الدرهم المفقود. وأضاف صاحب السيادة لقد تكلم يسوع 8 مرات عن الفقدان والضياع والضلال في الإنجيل من خلال تلك الأمثلة.
واستطرد شارحا: الضياع أو الضلال يعني أن نذهب إلى مكان حيث لا يجب أن نذهب، وبالتالي نجد أنفسنا في مكان ليس لنا ولا يجب أن نكون فيه. وتحدث رئيس الأساقفة الجديد عن دور الراعي الصالح، وقال: دور الراعي الصالح هو أن يذهب إلى حيث يوجد الخروف الضال، وهذا يعني أن يكون هو أي الراعي الصالح إن دعت الحاجة في مكان لا يجب أن يكون هو فيه، وهذا بالتأكيد بدافع الحب والتضحية من أجل إرجاع الخروف الضال. وهذا ما قام به يسوع من أجلنا، حيث تنازل وسكن بيننا، أقام معنا، عاش مثلنا. وختم عظته بالأقوال أن الذبيحة الإلهية هي لحظات فرح نعيشها مع الآب السماوي، حيث يعد لنا وليمة الإفخارستية التي نقدم من خلالها الشكر لله. وبعد انتهاء مراسم القداس الإلهي، تقبل صاحب السيادة التهنئة من المشاركين في هذه المناسبة العطرة، متبادلين الصور التذكارية، مسطرة أجمل لحظات الخدمة الرسولية في حقل الرب أينما دعت الحاجة. ترأس غبطة البطريرك أغناطيوس يوسف الثالث بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الكاثوليك القداس الإلهي في كنيسة سيدة الكرمل في الهاشم الشمالي بحضور أبناء الرعية. ورفع غبطة البطريرك خلال حديثه الصلاة لله القدير بعودة المهجرين إلى ديارهم وكنائسهم، مثمناً الجهود التي تبذل من أجل تقديم كافة المساعدات لهم في الأردن. فرصة معزية لي أن أكون معكم، وبنفس الوقت أن أشكر الأب العزيز زهير الذي يخدمكم، ونحن نعلم كم الخدمة الكهنوتية في هذه الأزمنة هي صعبة لأنها تطلب خداماً أمناء، خداماً يضحون بكل شيء ليتبعوا الرب يسوع، خداماً لا ينظرون إلى الوراء ويعتبرون الجماعة في الرعية أخوة وأخوات لهم. وفي كلمة للأب زهير جيجي راعي الكنيسة عبر فيها عن سعادته والحاضرين بترأس غبطة البطريرك القداس الاحتفالي ووجوده مع أبناء الرعية. أقامت كشافة ومرشدات عمان الأرثوذكسية مخيمها السنوي لأعضاء الكشافة من الفئة العمرية 9 سنوات وحتى 18 في مخيم دبين الدائم. وقد اشتمل المخيم الذي استمر لثلاثة أيام متتالية على العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتوعوية، هدفها صقل جيل الشباب الناشئ وإعداده لخدمة مجتمعه وكنيسته. كما اشتمل على تدريبات ميدانية في الدفاع المدني وكيفية التعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة. كتير كان حلو وعجبنا وانبسطنا كتير، وكانت حلوة الألعاب وبتجنن، وعملنا نشاطات كتيرة وجربنا كتير ألعاب ونشحت معانا. استفدنا اليوم إنه أخذنا معلومات، تعلمنا صيحات كيف إيش إذا واحد انجرح، إيش نأخذ الإسعافات الأولية، إيش كيف إنه نعمل له إسعافات أولية. استفدت من المخيم إنه يعني كيف إنه منكون مرتبين، كيف نصحى بكير ومننام بكير. تعلمت كيف أسوي الإسعافات الأولية، وإنه كيف أحفظ صيحات وأسوي صيحات.
احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في 14 من شهر أيلول بعيد رفع الصليب المحيي المقدس، حيث أقيم العديد من القداديس والاحتفالات بهذه المناسبة. إلى التفاصيل. احتفلت أول أمس الكنيسة الكاثوليكية في الأردن بعيد الصليب المحيي المقدس، وتخللت تلك الاحتفالات إقامة القداديس في كافة رعايا المملكة. ففي جبل عمان أقيم قداس احتفالي حاشد، وذلك في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك. ترأسه قدس الأب الأرشمندريت نادر صوق كاهن الرعية، وعاونه الأب وسام منصور كاهن كنيسة مار يوسف للاتيني في جبل عمان. الصليب يعني أن تتعب، أن تتحمل، أن تتألم من أجل الرب يسوع له المجد. في عيد الصليب المقدس نصلي لأجل كل الحزانة واليائسين والمرضى والمتألمين، ليكون لهم يسوع المصلوب قوة وتعزية ورجاء والشفاء. هذا وقد جسد الاحتفال حقيقة الوحدة الكنسية بين الكنائس الكاثوليكية، وإتماما لوصية المخلص كونوا واحدا. فقد تجمع أبناء الرعيتين معا في القداس البيزنطي للروم الملكيين الكاثوليك، وبعد انتهاء القداس الإلهي توجه الآباء مع كافة المؤمنين في مسيرة على أضواء الشموع وهتاف المؤمنين: خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. من كنيسة السيدة العذراء إلى كنيسة مار يوسف، حيث كان الاحتفال بإشعال النار ومباركة ثمار الرمان. حبينا هاي السنة في جبل عمان إنه نوحد احتفالاتنا ككنيسة كاثوليكية ما بين كنيسة الروم الكاثوليك وكنيسة اللاتين، حتى نقيم احتفال واحد فيه نعبر عن إيماننا وافتخارنا بالصليب المقدس. فاحتفالنا اليوم بلش في الذبيحة الإلهية في كنيسة السيدة للروم الكاثوليك. اجتمعنا الكاهنة على هيكل واحد لحتى نحتفل بذبيحة الرب، ومن ثم بمسيرة للشموع رفعناها من أجل هذا الوطن، من أجل السلام في هذا الوطن، من أجل رخائه، من أجل وقايته من كل شر ومن كل خطر. ومن ثم انتقلنا لساحة كنيسة مار يوسف اللي خلالها احتفلنا بمباركة النار ومباركة الرمان وتوزيعه على المؤمنين ورفع قلوبنا وحياتنا للرب من خلال مجموعة من التراتيب. ويبقى الصليب مرفوعا فوق قمم أولويات المسيحيين، رمزا للفداء ومقياسا للتضحية، على الرجاء ساهرين في انتظار ذلك اليوم الذي نعبر بالصليب من هشاشة هذه الدنيا إلى عظمة قوة الحياة الأبدية. أقيم في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس للأقباط الأرثوذكس في عمان قداس إلهي ترأسه الأنبا بنيامين أسقف المنوفية على الأقباط الأرثوذكس بحضور الأباء الكهنة والشمامسة وجموع المؤمنين. وتحدث سيادته في عظة القداس كيف نكون وكلاء على المواهب التي أعطانا إياها الله، وقال: لقد أوجد الله الضمير في الإنسان، وهو صوت من الله يساعد على معرفة الفرق بين الخطأ والصواب ويأتي من الروح القدس. وفي كلمة لراعي الكنيسة الأب ميخائيل ثابت شكر فيها نيافة الأنبا الجليل بنيامين أسقف المنوفية على ترأسه القداس، طالبا من سيادته الصلاة الدائمة من أجل الرعية في الأردن. وبعد انتهاء مراسم القداس الإلهي تقدم جموع الحضور من نيافته لنيل البركة المقدسة والتقاط الصور التذكارية. النهاردة كان لي فرصة البركة أن أنا أصلي القداس، وشكرت سيدنا البابا أنه وافق أن أنا أستنى وأذن لي بهذا، وأيضا نيافة الأنبا أنطونيوس كان مبسوط وفرحان ان انا هصلي القداس، ودي روح المحبة اللي احنا عايشين بيها في كنيستنا. والحقيقة الناس كلهم اللي من مصر اللي حضروا النهاردة كانوا سعداء انهم بيلتقوا من حد من الكنيسة الام. يعني طبعا بنشكر قناة ماري مرقص وقناة نور سات وقناة سي تي في أزاعوا القداس وعلى الهواء مباشرة.
احنا يعني بنتطلع الى شرق خالي من العنف، وان احنا نصدر للعالم كله من منبع الاديان صورة الله الحقيقية المشفق على الناس والرحيم بهم والمحب لهم وصانع الخيرات. فإحنا بنصلي دلوقتي إن شرقنا يتنقى من العنف وتبقى الدول في سلام وفي وئام، والناس يعني ترى ثمار الدين في حياة الناس. يعني وسط أجواء روحانية مميزة وتحت رعاية كريمة من السفارة البابوية، قدمت جوقة القديسين بطرس وبولس في الحصن أمسية ترانيم تحت عنوان أرنم الإله ما دمت موجوداً. الأمسية التي نظمتها شبيبة كنيسة القديسين بطرس وبولس في الحصن جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس الجوقة بحضور أبناء الكنيسة وعدد كبير من المدعوين. إلى ذلك قدم أعضاء الجوقة بقيادة المرتل جريس ثابت العديد من الترانيم التي أضافت أجواء روحانية وخشوع إيمانية سادت المكان. تحت رعاية العميد محمد الخرابشة انطلقت في مدينة الفحيص مسيرة قولوا لا للمخدرات بحضور شخصيات رسمية وعامة. واشتملت الفعالية التي نظمها فريق الأمل لمكافحة المخدرات بالشراكة مع البلدية ونادي شباب الفحيص على إلقاء العديد من الكلمات التي أشار فيها أصحابها أن المسؤولية مشتركة للتصدي لهذه الآفة التي تستهدف الشباب، وأن أساليب التوعية لابد وأن تتماشى مع تطور الحاصل. يسرني في البداية أن أتقدم منكم جميعا ومن فريق الأمل للتدريب والتوعية بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمبادرتكم بالقيام بهذا النشاط والمسيرة تحت شعار قولوا لا للمخدرات، والتي تصب في الجهود الوطنية في سبيل الحفاظ على الأمن والأمان والسلام لوطننا الغالي وتحقيق أعلى درجات الرفعة والمجد لمستقبل أبنائنا. فتحية احترام وتقدير لكم جميعا في هذا الاحتفال على جهودكم الوطنية المخلصة الصادقة الممزوجة بالدعاء للعلي القدير بأن يحمي وطننا الغالي في ظل قيادتنا الهاشمية الرشيدة من آفة المخدرات. وتضمن الحفل إلقاء قصائد شعرية ومسيرة دراجات لفرقة فرسان البلقاء، فيها اختتمت الفعالية بتكريم المشاركين والجهات الداعمة لفريق الأمل. مسيرة المخدرات هي عبارة عن مسيرة للتوعية، الشباب ما يقدموا على تعاطي المخدرات ويعرفوا أثار
ومخاطر هاي المادة السامة اللي عم تنتشر بين الشباب وما بيعرفوا شو عوارض أو وين بتوصل هاي من جراء تعاطي المخدرات. شرفنا اليوم نيابة عن عطوفة مدير الأمن العام بهاي المسيرة مع مدير المخدرات عشان نكمل إن شاء الله في برامجنا المستقبلية ونعمل نشاطات للشباب. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. نورسات الأردن تشارك في الرسامة الأسقفية للمطران بيير باتيستيا. البطريرك أغناطيوس يوسف الثالث يونان يترأس قداسا إلهيا في عمان. قداديس إلهية احتفالا بعيد الصليب المقدس. أمسية ترانيم تحت عنوان أرنم الإله ما دمت موجودا. مسيرة في الفحيص ضد المخدرات. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.